أيضا خصصت هذا المكان اللي إحنا فيه لأرض المعارض في قاعة 6 بالتحديد، خصصتها للكشف عن الوافدين، حالة الوافدين الصحية، للكشف عنهم ابتداء من الغد يوم الخميس. كل محافظة لها يوم معين يكون الكشف عليهم ابتداء من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء. كما نشاهد الكراسي، أو كما لاحظنا نحن، بين كل كرسي وآخر هناك مسافة 1.5 متر على الأقل، وهذه المسافة التي أوصت بها وزارة الصحة والأطباء بتجنبها، أو يعني إبقاء مسافة لا تقل عن 1 متر بين كل شخص وآخر، حتى لا تنتقل العدوى إذا ما كان ممكن يحملها، لا تنتقل هذه العدوى من شخص إلى آخر. أيضا فيما يخص إجلاء المواطنين، هناك طائرة من الممكن أن تعود اليوم إلى الكويت لإجلاء المواطنين القادمين من مصر. بالنسبة لبعض المواطنين الموجودين في المحاجر الأخرى، هناك 350 شخص سيخرج يوم السبت المقبل بعد أخذ المسحة الأخيرة للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا.